دكتور، ما هي الأسباب الرئيسية اللي دفعتكم للمطالبة بتأجيل الانتخابات في إقليم كردستان؟ وهل هناك يعني مشاكل لوجستية أو فنية تواجهونها؟ مساء الخير عزيزي. في الحقيقة المفوضية كانت ملتزمة بجدول عملياتها وأدت ما عليها، لكن تعرف هنالك شكوى قدمت من رئيس حكومة الإقليم للمحكمة الاتحادية، وبذلك أصدرت المحكمة الاتحادية قرار ولائي مع شعب المفوضية ترتب إجراءاتها الفنية وكذلك المالية. وأيضا المحكمة أو الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أصدرت قرار بأن تكون هنالك 5 مقاعد للمكونات، وهذا يؤثر على الإجراءات الفنية للمفوضية في الحقيقة، ولم بذلك تأخرت في إجراءاتها، وهذا أدى إلى تأجيل موعد الانتخابات في الحقيقة. هو لم يكن فنيا ولا إجرائيا وإنما قضائيا.